المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تعتبر من أقدم وأهم الجامعات الموجودة في المنطقة، وبالأخص بقى القصر العيني بنتكلم يعني من 1837 وهي بتعتبر مدرسة الطب في مصر. الفترة الأخيرة كان هناك توجيهات رئاسية بأنه يتم تطوير هذه المستشفيات. إحنا دلوقتي موجودين مع دكتور محمد في مستشفى الاستقبال والطوارئ، وطبعا اللي إحنا هنشوفه ده حاجة تانية، حاجة مختلفة تماما عن اللي كانت موجودة قبل كده. تم تطويرها، تطوير السراير، أحدث الأجهزة، وكان يمكن كمان يا دكتور محمد في توجيهات رئاسية إن هي تتطور وفقا للكود العالمي للمستشفيات. لو تشرح للمشاهدين إحنا عملنا إيه؟ تفضل. في الحقيقة التوجيه الرئاسي كان توجيه واضح جدا بضرورة انتقال لعصر جديد في تاريخ المستشفيات الجامعية، وطبعا التركيز على القصر العيني نظرا لتاريخه العريق، لأن أنا بعتبر أن أطباء القصر العيني هم ورثة الطب الفرعوني. ده حقيقي. فمصر عريقة في الطب عبر التاريخ، ولا تزال المعجزات الطبية المصرية الفرعونية يتم اكتشافها حتى الآن، وبعض أسرار الطب المصري القديم لم تكتشف. فده يبين أن المصري في هذا المجال ليه إسهاماته الكبيرة. في الحقيقة القصر العيني عبر تاريخه، عبر القرنين الماضيين، كل جيل منه بيضيف الجديد. هذه المرة حجم التطوير كبير جدا، لأنه بيشمل كل المستشفيات الجامعية بمفهوم جديد، بفكر جديد، مش مجرد رفع كفاءة، مش مجرد تجديد، مش مجرد إضافة أقسام، لا، في مفهوم جديد. اليوم هنلاحظ أن مستشفى الطوارئ والاستقبال في القصر العيني، ودي طبعا يعتبر أهم ملاذ للمصريين في حالات الطوارئ وفي حالات الحوادث وغيرها، كله بيجري على القصر العيني. الطوارئ كان طول عمرها كانت 700 متر قبل كده، دلوقتي بقت 7000 متر. يعني كانت 700 متر دلوقتي 7000 متر. يعني 10 اضعاف. يعني ده شيء عظيم وهائل، 10 اضعاف. كمان يعني المساله مش زي ما قلت لك مش رفع كفاءه، ده بعد ما 700 متر بقت 7000. تم عمل تقسيمها في وحداتها المختلفه طبقا لكود المستشفيات العالمي. الأجهزة على أحدث مستوى، يعني الأجهزة الموجودة في مستشفى الاستقبال والطوارئ هي كلها أجهزة زي جديدة. زي إيه مثلاً الأجهزة؟ زي إيه عندنا؟ إيه الأجهزة المتطورة؟ دكتور هالة بقى. دكتور هالة صلاح الدين طلعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس المستشفيات. زي أجهزة الرعاية المركزة، وزي أجهزة الأشعة، وزي أجهزة المعمل، وزي نظام صرف الأدوية. هو اهم حاجه ان احنا عاملينها ان المريض لما يدخل هياخد خدمته كلها هنا، مش محتاج يطلع براها. فدي كانت نقطه غايه في الاهميه، مش محتاج يطلع الدور الثاني الرابع الخامس يروح حته ثانيه. بالظبط. عينه قبل ما ياخد الخدمه اللي عايزها، او يبقى في تكدس للمرضى او احتقان زي ما احنا بنقول. الحاجه الثانيه نظام سرايرهم، يعني احنا بنشتغل كنا شايفين رؤيه ان كل سرير ممكن يقرب سرير رعايه مركزه. يعني لو قلتي لي هنا كام سرير رعايه مركزه هقول لك انا داخله على 123 سرير رعايه مركزه، مش هيشتغلوا كلهم رعايه مركزه. الفكره زي ما قال الدكتور هاله ان كل سراير الاستقبال والطوارئ يمكن تحويلها لسراير رعايه مركزه. دي مساله مش سهله. ازاي بيتم ده يا فندم؟ لان في البنيه التحتيه، يعني وصلات الكهرباء والميه والغاز، كل ده موجود في البنيه التحتيه. والمشكله دي احنا ادركناها في جائحه كورونا الاولى، كان المشكله ان احنا محتاجين سراير رعايه مركزه. فهل انا لو وفرت السرير يبقى كده المشكله انتهت؟ لا، لازم يبقى المكان مجهز من حيث بنيته التحتيه. دلوقتي مستشفى الاستقبال والطوارئ تم تنفيذ توجيه السيد الرئيس في ان هو يكون وفق الكود العالمي. فانا عندي دلوقتي كل السراير 123 سرير، كلها 113 سرير الرقم الدقيق، كلها قابله للتحول لسرير رعايه مركزه. يعني هنا الارقام الدقيقه، قبل كده الطوارئ القديمه كانت 25 سرير، تخيلي الطوارئ اللي تستقبل الحوادث والحالات الصعبه، انت عارفه كله بيجري على قصر العيني. دلوقتي بقى عندي 113 سرير قابلين للتحول لسرير رعايه مركزه، والاجهزه كلها موجوده وفق الكود العالمي، وفق الاجهزه المنتجه هذا العام. في مختلف الاقسام في تطور كبير جدا، يعني عدد اسره الرعايه المركزه اللي هي بقى الفعليه كانت 5، دلوقتي بقت 15، مع العلم ان 113 ممكن يتحولوا. ما كانش فيه قسم عزل، دلوقتي بقى فيه يوجد عدد 2 غرفه عزل.
ما كانش في قسم الإقامة القصيرة، حد بيجي يتم معالجته ومش محتاج فترة طويلة لحد ما نطمن عليه ويخرج. دلوقتي بقى فيه قسم للإقامة القصيرة بعدد 44 سرير، بعدد 44 سرير. قسم العظام كان في عدد 4 أسر، وعلى فكره قسم العظام كان فيه كشك بره، في كشك حضرتك كنا بنتكلم ان كان في يعني كشك للعظام بره هنا لحد ما طوروه بقى قسم هنا داخل المستشفى. يوجد دلوقتي في عدد 4 أسرة كشف و4 أسرة تكبيس. قسم الاشعه كان بيوجد فيه جهاز سي تي 1 وجهاز اكس راي 2 جهاز اكس راي، لا شوف دلوقتي العدد، يوجد عدد 2 جهاز سي تي وثلاثة جهاز اكس راي وثلاثة جهاز سونار وثلاثة كل ده بتكلفة قد ايه بقى؟ كل ده بتكلفة 300 مليون جنيه. 300 مليون جنيه دي شاملة كله. احنا هنا بنتكلم عن المستشفى هنا جاهزة خلاص، لا خلاص جاهزة، يعني جاهزة انه يتم افتتاحها صح كده؟ يعني السيد الرئيس في اي وقت يتفضل بافتتاح هذا الصرح العظيم اللي هو بيتعمل للفقراء وللحالات المجانية وفق الكود العالمي للمستشفيات. احنا هنا بنقول انه مستشفى القصر العيني للقادرين وغير القادرين. القادرين يعني ماديا وغير القادرين. طبعا. هنعملها ازاي؟ لان احنا عندنا كمان قسم برايفت يعني او عندنا خاص. ما احنا وده هنخدم بيه على المجال. احنا ما بنحاولش نحمل على موازن على موازنة الدولة. بنحاول نصرف على نفسنا في جزء كبير جدا. الدولة طبعا ما بتأثرش معنا في اي حاجة وبتبندنا من خلال موازنة الدولة. لكن في نفس الوقت احنا بنقوم بعملية تمويل ذاتي. يعني أنا عايز أقول لك وللسادة المشاهدين إن كل تطوير مستشفى الطوارئ بأجهزتها ده تمويل ذاتي من القصر العيني. تمويل ذاتي من القصر العيني. يعني إيه تمويل ذاتي؟ يعني ما خدناش فلوس من موازنة الدولة. دي نقطة. النقطة الثانية إحنا دلوقتي بنحاول نعمل عملية إصلاح إداري ومالي. لأن زي اللي هقول لك هكلم على الإصلاح الإداري والمالي، ولكن إحنا هنا فين؟ يعني إحنا هنا برضو احنا هنا فين؟ احنا هنا في حجرة فرز المرضى. المريض جاي من بره هيدخل هنا يتم تقييم حالته، هل ممكن ندي علاج ويروح هيروح خارج من اللوب القصير، هل محتاج انه يعمل تحاليل واشعاعات هياخد ورقة برقم معين على الكمبيوتر سيستم يروح داخل جوه، او محتاج يدخل غرفة الاقامة القصيرة ونبدأ نتعامل معاه بشرط اساسي جدا في ادارة الطوارئ ما يقعدش اكتر من 23 ساعة. بعد 23 ساعه بيتاخد فيه قرار يروح بيته معافى يستكمل علاجه جوه. ما شاء الله جاهزه، يعني ما كانتش موجوده. دي ما كانتش موجوده. هو بيخش عشان يتحدد هو يتوجه لانهي قسم. وده بيبين لك ان في تغيير هيكلي وتطوير هيكلي. وعلى فكره اللي بيحصل دلوقتي في القصر العيني هو نفس اللي احنا بنعمله في تاسيس خطاب ديني جديد، هي نفس العمليه المعرفيه. ده حقيقي، لان انت مش بتعتمدي على المفهوم القديم. لو كنا معتمدين على المفهوم القديم كنا فضلنا في 700 متر وكنا فضلنا في كشك العظام وكنا فضلنا في كل الحاجات دي. لا، احنا دلوقتي بنقدم مفهوم جديد لمستشفيات الطوارئ والاستقبال وفق احدث المواصفات العالميه. مش في الاجهزه بس، ولا في البنيه الهيكليه، ولا في التقسيمه، ولا في المسار، ولا في الاقسام. لا، ده احنا كمان عاملين اصلاح مالي واداري، لان انت ممكن تعملي مؤسسه عظيمه وبعد كده تنهار. عاملين اصلاح اداري ومالي ده في كل المستشفيات التابعه لجامعه القاهره. بالظبط. وده احنا اعتمدناه النهارده في مجلس الجامعه بعد مناقشات طويلة. عاملين لائحة جديدة لتحويل الوحدات الخاصة إلى وحدات للعلاج بأجر تسمح بالعلاج المجاني لغير القادرين. ومن أجل تقليل قوائم الانتظار. وأنا عايز أشرح بس النقطة دي عشان السادة المشاهدين يكونوا عارفين كويس. نقطة قوائم الانتظار. طبعا. الوحدات ذات الطبع الخاص كان في مسارين في القصر العيني، مسار مجاني ومسار الوحدات ذات الطبع الخاص. وحدات ذات الطبع الخاص دي ما كانش فيها علاج مجاني المسار ده. فاحنا هيبقى عندنا دلوقتي مسارين، المسار المجاني البيور كله مجاني، والنظام العلاج باجر يسمح يسمح بالعلاج باجر وفي نفس الوقت علاج غير الايه غير القادرين. بنخدم على مين في الاخر؟ على الناس البسيطه. بالظبط. وده اللي احنا محتاجينه يا دكتور. بالظبط. الجزء البسيط الموجود للعلاج باجر ده عشان تقدري تمولي العلاج المجاني. انا عايزه بقى نوري الناس احنا عندنا غرفه صدمات، عندنا اكتر من غرفه ما شاء الله، المكان كبير والمكان واسع. غرفه الصدمات هنا دي برضو من الحاجات الجديده اللي تم اضافتها هنا في قسم الطوارئ والاستقبال. هتعملي معاه ايه؟ فهنا في الغرفه دي زي ما انتم شايفين هي لسه ما اتفرشتش،
بس كل الحاجة طبعا موجودة وهنوريها لكم دلوقتي في الصناديق بتاعتها عشان يبان للناس ان كل الأجهزة أجهزة جديدة وفق أحدث المواصفات. فهنا الموجود دي دي الجزء اللي بيخدم على كل متطلبات الرعاية المركزة، من السرير بسرير الرعاية المركزة، التنفس، قياس نبضات القلب، إلى آخر أجهزة القياس المختلفة اللي بيتم استخدامها. وده طبعا هينقذ أرواح ناس كتير طبعا، فربنا جعل لكل شيء سبب. ففي حد لما بتستخدمه معاه أسلوب الأسلوب دوت ربنا بيديله فرصة الحياة مرة.